انطلاق الموسم الجديد، حيث شهدت سوق الانتقالات حركة نشطة من ناحية التعاقد مع اللاعبين الأجانب بعدما سمح اتحاد اللعبة بمشاركة 3 لاعبين في المباراة للأندية التي لا تملك العدد الكافي من لاعبي النخبة المحليين. يأتي ذلك في محاولة للرفع من المستوى الفني للمنافسات وتقليص فوارق النتائج في اللقاءات المباشرة مع أندية المقدمة والمرشحة دائما لإحراز اللقب. نتابع المزيد في تقرير مراسلنا حسن مرتضى. بعد نجاحات السلة اللبنانية محليا وخارجيا، نظام فني جديد للبطولة المحلية اعتمد اتحاد اللعبة عشية إطلاق منافسات الموسم الجديد من شأن أن يرفع المستوى الفني إلى أعلى مستوياته ويقلص الفوارق بين الأندية المرشحة دوما لإحراز الألقاب والأندية التي تسعى دائما للبقاء في دوري الأضواء أو في وسط اللائحة. النظام الفني الجديد يرفع عدد الأجانب إلى 3 على أرض الملعب ويخصص للأندية التي لا تملك أسماء كبيرة من لاعبي النخبة، ما يجعل المفاجآت واردة في أكثر المباريات. نحن بنوعد جمهور لبناني انه رح تكون بطوله كتير حلوه، نحن جاهزين، بنوعد اللبنانيه نظام الدوري رح يكون حلو كتير، ان من ناحيه توزيع الاجانب او الشكل الفورمات تبع البطوله رح يكون حلو، بظن ما رح يكون عندنا بقى متوشي فيها ديكالاج كبير، فيها فوارق كبيره، نسبه المنافسه بتكون عاليه، المحافظه على اللاعب اللبناني وعلى لاعيبه المنتخب اللبناني اكيد مراعيه بشكل كامل. فان شاء الله يا رب بيكون التوفيق من عند الله، اللي علينا عملناه بيبقى التوفيق من عند الله. استعدادات الأندية تواصلت على قدم وساق عبر انتدابات وخصوصا من لاعبي الصف الأول أو لاعبي النخبة، حيث شهدت سوق الانتقالات أسماء بارزة ولأندية تعمل بجد لتكون منافسة على لقب البطولة والذي حصل عليه النادي الرياضي في الموسم الماضي. أهم هذه الانتدابات كان انتقال نجمي منتخب لبنان سيرجيو درويش وعلي مزهر من نادي الحكم إلى نادي بيروت، فيما احتفظ النادي الرياضي بنجومه وائل عرقجي وأمير سعود وكريم زينون، وتعاقد مع البوسني كيكانوفيتش والفلسطيني ساني سكاكيني سعيا للحفاظ على لقب البطولة. فيك تقول مستوانا التصاعدي، الأجانب منيح، تعاقدنا مع قريبين، صرنا من التعاقد مع لعيب ثالث، فإن شاء الله الفريق حيكون مستقر، هذا أهم شيء فنيا، وشوي شوي أنت بتقيم لعيبتك خلال الموسم، خصوصا أن احنا هنبلش الأربعة الجاي، الأهداف هي ذاتها، نحقق ألقاب وين ما نلعب، هذا الضغط اللي نحن منعيش فيه بالنادي الرياضي، بس أكيد لا، نحن بعد منا بجهوزية تامة وبعد بدنا وقت. عامل الثلاثة جانب لبعض الفرق والأجنبيين لبعض الثاني اللي معهم أكثر من لعيب واحد لسه بيخلق تنافس اكبر ببطولة لبنان، وبتصور هيدا احسن شيء عمله الاتحاد هالسنة، لانه ما برايي اللعيب اللبناني ما بينضر لا بالفرق المطالعه ولا بالفرق الثانيه، سو هيدا الشيء بيزيد المنافسه وبيخلي كل الفرق تتحمس تعطي احسن شيء لهم. نحن تحضيراتنا منيحه، على قد مثل ما بقولوا على قد بساطك بتمد اجريك، عندنا تركيبه ببادجت كثير صغير، بس كلهم يونج بلايرز، في منهم يونج، في منهم شوي مور ذان يونج، بس كلهم جوعانين، عبالنا يلعبوا مع بعض، عبالنا نحضر، فعم نجرب نبني هويه دفاعيه معينه، بعتقد اذا زبطت معنا فينا نعمل ران حلو بهالسيزون، واذا لا حنواجه مشاكل ساعتها. 12 فريقا باتوا جاهزين لانطلاق موسم السلة اللبناني بنظامه الجديد من ناحية الأجانب، لكنه لا يختلف في نظام المسابقة والذي سيقام بمرحلتي ذهاب وإياب، يليها مرحلة دور الثمانية ثم دور الأربعة والختام في 7 مباريات، يتوج الفائز بأربع منها بلقب البطولة. موسم جديد ينتظره عشاق السلة اللبنانية سيكون بالتأكيد مليئا بالإثارة إلى أبعد الحدود، موسم سيكون من الصعب التكهن بهوية البطل كما جرت العادة إلا في مراحله الأخيرة. حسن مرتضى، بين سبوكس، بيروت.